بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله تشيز كيك بالفواكه. هنجهز الاول القاعده بتاعه التشيز كيك. عندنا حوالي 400 جرام بسكوت مطحون من اي نوع، ودول هيبقوا حوالي 7 او 8 عبوات بسكوت. وهنضيف على البسكوت 3 ارباع كوبايه زبده سايحه او نص كوبايه سمنه لو مفيش زبده، وهنقلب الزبده مع البسكوت كويس. بعد كده عندنا صينيه مقاس 22 من الصواني سهله الفتح، ولو الصينيه دي مش موجوده مفيش مشكله، هنستخدم بولات صغيره او كاسات بحيث التشيز كيك تتقدم فيها على طول من غير ما نقطعها. وهنفرش في الصينيه ورق زبده وهندهنه كويس بالزيت، وهندهن الجوانب كويس بالزيت برضو. بعد كده هنحط البسكوت وهنوزعه وهنضغطه كويس جدا. وخلاص كده وزعناها وضغطناها كويس، وهندخلها التلاجة عشان البسكوت يمسك معانا. بعد كده عندنا في حلة لتر وربع حليب او 6 كوبايات ونص، ويفضل ان الكمية تكون نصها حليب ونصها كريمة لباني اللي هي كريمة الطهي، لان الكريمة هتفرق جدا في الطعم وفي التماسك بتاع التشيز كيك. ولو الكريمة مش متوفرة هنستخدم حليب بس. وهنضيف على الحليب 6 معالق كبار نشا، وبيضتين، ونص معلقة صغيرة فانيليا. وهنضيف السكر بالكمية اللي احنا عايزينها، وكمية السكر اللي بنضيفها بتخليها مظبوطة، بتكون من 12 ل 14 معلقة كبيرة سكر. وهنقلب الأول بمعلقة، بعد كده هنقلب كويس جدا بالمضرب. بعد كده هنخلي الخليط ده على جنب دقيقتين لحد ما نجهز الجيلاتين. بعد كده عندنا نص كوباية مية بتغلي، هنضيف فيها 3 معالق كبار جيلاتين بودر خام، وهنسيب المية بالجيلاتين على جنب لحد ما الجيلاتين يدوب. بعد كده هنحط خليط الحليب على نار متوسطة وهنقلب بشكل مستمر لحد ما يتماسك معانا. وخلاص كده الخليط تقل معانا وبقى معانا بالقوام ده، وهنطفي عليه النار. وعندنا 40 قطعة جبنة مثلثات أو جبنة كيري، وهنهرس الجبنة بالمعلقة، وهنضيف عليها عصير ليمونتين، وهنقلب. بعد كده هنحط الجبنة على خليط الحليب والنشا وهنقلب كويس، وهنضيف معلقة كبيرة زبدة أو سمنة والخليط لسه سخن، ونكمل تقليب. في الآخر هنحط المية بتاعة الجيلاتين ونقلب كويس، وخلاص كده الخليط جاهز معانا. بعد كده عندنا قطع كيكة، أي نوع كيكة مش هتفرق. وعندنا فاكهة متقطعة، فراولة ومانجا وموز، بس الموز هنحط على طول واحنا بنعمل عشان ما يسودش. وممكن طبعا نحط أي نوع فاكهة احنا عايزينه. وخلاص كده البسكوت مسك معانا في التلاجة وبقى ناشف. وهنحط عليه طبقة من خليط الجبنة، ونحرك الطبقة اللي حطيناها عشان تتوزع. بعد كده هنحط طبقة كيك، وطبقة خليط جبنة أقل من الأولانية. بعد كده طبقة فواكه، وهنصب على الوش بقى خليط الجبنة، وهنحرك الصينية كويس عشان الخليط يتوزع، وهندخلها التلاجة لتاني يوم لحد ما تتماسك تماما. وبعد ما التشيز كيك بتتماسك معانا في التلاجة بنطلعها وبنحددها من بره بكريمة شانتيه مخفوقة بالشكل ده كده، وبنحط عليها فواكه متقطعة من على الوش. وعندنا جيلي فراولة هنعمله على حسب ما مكتوب على العبوة بتاعته، وبعد ما بنعمله بنسيبه لحد ما يبرد خالص ويبقى بدرجة الحرارة العادية. بعد كده هنحطه على تشيز كيك من فوق بحيث يغطي الفاكهة، وبندخلها التلاجة لحد ما الجيلي يتماسك. وبعد ما الجيلي بيمسك معانا بنطلعها من الصينية، وهنبطن الجوانب بسوداني مجروش بالشكل ده. لحد ما نغطي كل الجوانب. وخلاص كده بقت جاهزة معانا، ولما بنقطعها بتكون معانا بالشكل ده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم.